مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه جديده من برنامج سفرتنا على قناه الشاهد. وضيفنا اليوم اخونا الشيف احمد يوسف، تعرفونه قبل انا اسميه احمد جبن من كثر ما يسوي اجبان ما اجبان، لان عنده علوقات وايد هو يسويها ويكتب. هذا اللي يسوي كبه ام محمد كبه اللي يسوي، فانا اقول اليوم جبن، تعودنا احلى جبن كليناه امانه يعني من ايدينا، وعنده ابداعات وايد وكل يوم يطلع لنا بطلعه، يوم جبن يوم بسطرمه يوم مكدوس يوم كل يوم شيء، هو مبدع في كل شيء. نحيي اخوي وصديقي وصديق البرنامج والبديل الناجح، ينزل على طول في يقول اي نعم شيف احمد، تفضل. يا هلا مرحبا فيكم وسلم عليكم مره ثانيه، ويسعد لي لقائكم مره ثانيه بهالبرنامج الحلو، واحب اقدم لكم اشياء جديده طبعا هي موجوده بالسوق موجوده، لكن احنا طبعا نحرك فيها شويه وابداعات نسوي فيها غير اللي احنا نصنعه، ام انيب شيء من برا ونعدل فيه، ما نشتري جاهز، نسوي ببيتنا بالبيت عندنا، نسوي شغلاتنا وبيدنا، واحلى الشيء اللي بالايد احلى من اللي برا. ايش عندك اليوم؟ ايش بتسوي لنا؟ انا اليوم بغيت انا اسمي عشوتي شيء حلو، بس انه قلت لي انت غير، قلت لك انا يلا عشا كويتي، يعني كل شيء كويتي، كل شيء جبن كويتي، زيتون كويتي، سوى لنا اول زيتون كويتي موجود، اي البسطرمه سوى لنا الاشار الكويتي، اشار مخلل ومخلل الخيار المالح الكويتي، وهذا الزيتون فخر حق بلدنا. في خير بلدنا طبعا الزيتون، هذا في اماكن بالكويت تقدر تاخذ الزيتون اذا تقدر هذا، ويصرحوا لك الجماعه ما قصروا، هي العامه للزراعه ما قصروا ويانا، عرف شلون؟ اعطونا تصريح ناخذ يعني كيلوين ثلاث خمس اربع على هذا، بس ما نخرب البيئه طبعا، لا ناخذ كفايتنا ونخللها في البيت حقنا بيدنا، نخلل بدل ما نشتري من برا، يعني هذا خير بلدنا، خير بلدنا، عرف شلون؟ اشتهر اخوي ابو محمد في الوسط الفني وسمول بزنس في المعارض، وعندنا في البرنامج هني عنده وايد متابعين، عنده وايد من الزباين، وهو اللي سوى لنا الخباط اذا تذكرون، وصار ملك الخباط، والعالم الدق من برا والعالم الدق عليه يجفف الخباط، صح. اللي هو سويت من الخباط نفسه، وسويت السمكه الثانيه شنو؟ الطريح اللي نعم. بالماء بالبرطمان نعم. هذا يسمونه طريح، والسمك المالح اللي يتملح برا، فكله ابداعات استاذ احمد يوسف، كله ابداعات، من رغم ان الانسان هذا ما اقول انا عصامي، انا اقول هذا انسان قدوه، هذا الانسان نتمنى كل العالم اللي موجودين يطلعوا تقاعد ويحبون يشتغلون ويضيعون وقتهم بالشكل الصحيح. للعلم اكاونت البرنامج، للعلم اكاونت البرنامج يقول اكاونت البرنامج سفرتنا 3، وان شاء الله نحط لكم ارقام التواصل، وابو محمد راح يتواصل معاكم وانا اتواصل معاكم، الله يرد بالسلامه اخوي ابو سعد، يكون راجع ان شاء الله باجازه بسيطه، راح الصين عنده شغل هناك، وان شاء الله يرد لنا بالسلامه، واللي يبي يعطي دوره حق الناس، واللي هذا اخونا، واللي يبي راح اللي يبي يروح الصين او عنده شغل في الصين هاليومين عنده بزنس، الاستاذ ابو سعد موجود في شارع اللي يسمونه شارع العرب، موجود هناك في مطعم اسمه مطعم الاندلس، موجود هو قاعد يشرف على الشغل اللي موجود هناك والاكلات الكويتيه. ارجع حق موضوع ابو محمد انسان تقاعد، ضابط في الجيش الكويتي، مو محتاج اي شيء، معاشه لله الحمد مغطي وكافي عليه، موفي ومكفي كل التزاماته، وعنده خير من الله، الله يزيده وبارك فيه، مو محتاج انه يشتغل انه يطلع فلوس، بس مع هذا نضيع كل وقته
فايد فايده هله فايد نفسه فايد المجتمع وايد مهمه احلى من قعده القهاوي والدوار والدواوين اللي ما منها فايده. سهر الليل الانسان هذا الانسان يسهر يسهر للساعه 3 بس ما يلعب ورقه ولا ضيع وقته بكلام ما اقدر اقول زين ولا مو زين. اكبس جبن يكبس جبن للساعه 3 ويكبس زيتون للساعه 3 ويسوي باسترما للساعه 3 الفجر ويقوم صلاه الفجر. يا سبحان الله انسان مبدع وتحيه ونرفع له القبعه الاستاذ ابو محمد. اي والله العظيم عزوه يا ابو محمد وابي احلى بوسه على الهواء الجماعه يشوفون ابوسك وهذا بوسه راس مشكور ما بيقصر هذا من غدوه 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 ابو محمد غدوه ابو محمد هذا من طيبكم الله يعزك ولك طول العمر وخليك حق عيالك كلنا ذخر وحق الكويت. انت مفخره انت مفخره فعلا مفخره حق الكويت. انت وايد من الاخوات اللي موجودين اللي نعتز فيهم. عندنا 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 ناس بالكويت مبدعين في ناس لازم انت واحد منهم. نعم يعني احنا اخونا ابو سعد ابو سعد وين رايح؟ رايح الصين مو بس يشرف على مطعم راح يعلم الناس. نعم رايح يعلم الناس الطبخ الكويتي الطبخ الكويتي. لو شايل اسم الكويت شايل اسم الكويت لما يقولون رايح انه يشيل العلم. نعم كافي انه يقولون شيف كويتي لما يجون كل الجاليات العربيه اللي موجوده هناك والاسلاميه والاسلاميه اللي موجودين لما يمرون ويشوفون الساين موجود وياكلون اكل كويتي كافي اسم الكويت كافي اسم الكويت ولابس الشعار اللي موجود علم الكويت وموجود هناك هذا خير سفير لنا خير سفير لنا. ارجع حق اكلاتنا حلنا نرجع حق اكلاتنا وشغلنا اللي موجود. اكله اليوم قلوب هي قلوب محشيه هذا القلوب نقول هذا القلوب محشيه وايد من العالم او اللي يطبخون او اللي يتعلمون او اللي ما يعرف يتعامل مع القلب بالشكل الصحيح او عنده ستايل واحد قلب بصلة حمس البصلة قط بهارة شوية ثوم شوية كزبرة شوية حمسة قطع صغار سواه. احنا نبي نطلع عن المألوف على طول نجيب لكم أكلات غير المألوفة اللي احنا نعرفها نتعلمها. شو نسميه القلوب الحائرة بين القلوب المتعورة بين القلوب يا كويتنا هذه هم حلوة فهذه احنا الكويت أقول قلوبنا اللي موجودة هذه راح نحشيها فسميتها قلوب الولهانة قلوب شو اسمه. ما عندي سهم احط له كذي واقول هذا قلب متعور سلامة قلب حبيبي انت قلب هذا محشي. القلب هذا القلوب راح نفتحها فتحة كاملة وعقب احشيها. شنو الحشوة اللي عندنا؟ حشوتنا اللي موجودة اللي هي بصل بصل عندي بقدونس عفوا البقدونس اللي موجود ولا تحط معها كزبره عندي انا راح احط لها شويه مكسرات عندي كزبره بودر عندي بهار مدراسي او بهار شنو البهار اللي تحبونه يعني تحطون بهار مدراس او بهار لحم عندي شويه فلفل حسب الرغبه عندي فلفل اسود ضروري جدا يطيل الزفاره عندي ثوم عندي ثوم مهروس طبعا وعندي زنجبيل شويه خل هم يطري للحمى وملح وليمون هذه اهم شيء وبعدين لما نحشيها سو اكون الخليط اللي موجود هذه الحشوه عقب انزل عليها شويه ليمون واشبكها في العودان الاسنان هذه علشان لا يطلع الحشوه تطلع الحشوه من الداخل. اول ما اسوي راح افتح القلب افتحها شوي اذا ما كان عدل نفتحها شويه بس نراعي ان ما نطلع برا ولا نقص القلب كامل الغرف اللي داخل تفتحهم على بعض بالضبط بالضبط هي اول غرفه واحده فنسويها صاله نفتح الغرف نطيح الجدار اللي موجود على قولة اخوي ابو محمد فنفتح الغرف شنو يصير؟ تصير صاله نقدر نحشيها صح هي الفكره جايه بدنا نحشي القلب بدل ما نقطع صغار وما يعني بدل ما يروحون مطعم صوت الهند اي نعم يلا ايوه هذا القلب نفتحه في هالطريقه انفتح القلب نقدر الحين نحشي على كيفنا
مرة ثانية. أنا المستخدم تقريبا كيلو قلب، هذه متعورة من قبل، مو أنا معورها، لأن شاري كمية كبيرة عندي في المطعم. الظاهر أن تعاملوا معهم كان بيقصونها شغلة ثانية. ندور المسكة عشان لا نعورها ونفتحها، نخليهم على صوب. يفضل أن نغسلهم بشوية كركم وشوية طحين، شوية طحين وشوية كركم، طلع أي شيء، أي شوائب فيهم أو الريحة بمالة الدم والأمور هذه تطلع من عنده. مبادر لو تحط بعد برتقال هم، نعم. هم يسحب. صحيح. البرتقال، صحيح. البودرة، قشر البرتقال. صحيح. يعطي الزفرة والزخمة اللحم كلها يطلعها. صحيح. صحيح. بودرة البرتقال. في ناس وايد ما يعرفون السالفة هذه. صحيح. البرتقال وايد زين. قشر البرتقال والليمون وايد ممكن نقول نسميه برش الليمون والبرتقال. هذا أنا أنشفه. أنشفه. نعم. وأسوي طحين. صحيح. ممكن حلو. هذا البصل، ننزل البصل. أنا أحب كمية البصل، خاصة البصل اللي نستخدمه، نستخدم بصل أبيض، ما نستخدم بصل اللي هو البصل البني. عندي بحدود شدة. طبعا أنا مسوي الكمية حق كمية أكبر من هذه، فأنا عازلها عشان مشتغل فيها من قبل موجودة. أحط الباجي، راح نستخدمه نستفاد منه، النزلة مع المروق، بعدين الباجي. عندي بحدود قفشة كزبرة وهم فلفل أسود كاري مدراس، وكاري مدراس بحدود قفشة أقل. الفلفل اختياري، هذا الفلفل اللي مسويه اختياري. في بعض الناس إذا ما يحب الفلفل يحط شنو، البابريكا. البابريكا يعطي طعم الفلفل بس بارد، مو حار، بس ما يغني. بالعكس، البابريكا هي فلفل بارد حمر مجفف، هذا البابريكا. والملح، وفي ناس يحطون كمون، أنا ما أحط كمون مع الخلطات هذه، مو ضروري تحط كمون. كثرة البهارات ساعات تعطي طعم مو حلو، وبتغير الطعم الرئيسي اللي احنا اشتغلنا عليه وسويناه. الثوم، ونقول مكانك فاضي يا ابو سعد، وانت ملك المطبخ، وترد. ايه نعم، نقول لك يا ابو سعد ترد لنا بالسلامة ان شاء الله، ونسمع كل اخبار طيبة وكل أكلات حلوة. لأن في مشكلة في الصين، اللي يروح الصين عنده مشكلة واحدة، يا ياخذ معاه قواطي جبن، يا معلبات فول، يا معلبات أمور كذي. فاللي بيروح وما عنده، ما يبي ياخذ معلبات جبن ولا شيء، تلفون أبو محمد هني، اللي بيروح الصين ياخذ جبن من أبو محمد، هذا أحسن دعاية أبو محمد. أو أبو سعد موجود هناك في مطعم الأندلس، هو شريك في المطعم وقاعد يعمل شغل حلو. فنقول لكم الحين نطلع فاصل صغير ورد لكم نكمل باقي أكلتنا. رادي. مطلوب عندنا اليوم شو نسوي؟ اللي يطلع من خاطرك يلا. ومضبط لها عين صيادية مع كسرة لون. كفو والله. عدل. هذا شكلها النهائي وقفلناها. كهرباء بسرعة بسرعة، ناديت كهربتي، دفعت 60 دينار. على
قلت الحين بيه سعود بسرعة بسرعة. سعد وين جيتك على الريحة؟ حاضرين الريحة ها؟ الريحة تطلع المارد. اي والله طلعت المارد. أنا طلعت لك المارد. حلو. ترى مو أي شوك. هذا القرعة استوت بطلها تشوفون الحين. اطلع لك بالقرع. وي طلع رد رد مرة ثانية. يلا رد يلا. ردينا لكم مع صورة إبداعات حلوة. شفتوا الإنتاج أبو محمد. أنا أرد حق أكلتي أكمل باقي أكلتي وأستسمحكم عذر يعني شوي أنا عندي ظرف صغير من قادر أضحك وايد يعني فأنا آسف جدا يعني حقك علي. أقول دعواتكم حق أختي رضيعتي تعبانة في العناية خذت حبة في القلطة هي مسكينة تعاني من مرض بعيد الشر عنكم الربو عندها ربو شديد وعلى طول تتعب. هم نصيحة دام احنا موجودين على الهواء نصيحة لحد ياخذ اي علاج بدون استشارة الطبيب في الغلطة ترى غلطة كبيرة جدا جدا تاخذ علاج ما تعرف عنه شيء بدون استشارة الطبيب. هي فيها ربو وربو قوي جدا يعني فخذت حبة معدة معدتها تعورها ولدها معطينا حبة نشفها بسرعة طاب بسرعة استانست. هذه الحبة اللي خذاها أمس وريحتها خليني أخذها. هذه الحبة الدكتور يسألك إذا تأخذها أنت فيك ربو ولا ما فيك ربو. إذا فيك ربو ما أعطيك إياه. هي مسكينة خذت الحبة وهي ما تدري ربع ساعة بالضبط مو أكثر وقف الجهاز التنفسي عندها الضغط نزل قام الدم يطلع من كل صوب انتهت المرأة الحين موجودة في العناية تحت رحمة رب العالمين. نبي دعواكم ومشكورين. أرجع الحين حق أكلتي يا رب إيش فيها إن شاء الله وقومها بالسلامة حق عيالها لأن هي مسكينة تعيل أيتام عندها أيتام رأي لهم توفى الله يرحمه الله يغمد روحه لينا. نرد مرة ثانية. أنا نزلت الثوم بدون ما تشوفون أنتوا أنا آسف يعني هذا باقي الثوم نزلنا الزنجبيل قبل هذا الثوم اللي نزلناه. أضيف المكسرات بعدين عندي قفشة خل صغيرة ما نحط وايد الخل يطعم الملح حسب الرغبة اللي احنا نبيها. عندي ليمون عصير ليمون ويستحسن يفضل أن يكون فرش أزيد شوي لأن يبي ملح شوي. أهم شيء أن هذا الخليط ما نخلطه في القفشة لا تخلطونه في القفشة ما راح يعطيك التجانس المطلوب أو بالشكل المطلوب اللي موجود. لازم بدينا طلع الموني سوري أبو محمد بس الكلينكس إذا سمحت بس نمسح هذه أنا عصرت حيل. نبي البصل نطلع مايه. نبي البقدونس يخله خلاص اوكي بس جزاك الله خير. نبي البقدونس نطلع مايه تجانس اللي موجود
الخل اللي حطيناه، البهار اللي حطيناه، كله يتجانس ما يبقى مكان ومكان. وايد مهم هل الخلط بالإيد. هذا الحين تجانس، لو تخلطه في القفشة ما راح يعطيك التجانس هذا، ما راح يعطيك الريحة هذه اللي تشوف طلع ريحة الحين، ريحة الثوم وريحة البصل وريحة الزنجبيل وريحة الخضرة اللي حطيناها والبهار اللي حطيناها، تجانس شم ريحة فاحة الحين، مهمة جدا. عقب نحشي هذا الحين، أيوة نحشي وندز، نبي داخل، نبي الحشوة تتم داخل. إذا ما رعسناها في الأصبع ما راح تروح داخل. عقب نأخذ العود ونسكر، نحاول أن نحافظ على الحشوة ما تطلع برا، يعني يطلع قليل منها ما عندنا مشكلة، سكرناها في العود. ونفس الموضوع نحشي، الأستاذ المخرج ما قصر، طلبنا احنا قبل هالمرة قلنا الأرقام لازم تتم على طول موجودة، يعني بدل ما نحط الأرقام كل نص ساعة أو كل ربع ساعة وقت البرنامج ضيق، في ناس ما تعرف الأرقام أو أول مرة تدش على البرنامج أو مو حافظة الأرقام، فحط لكم الأرقام راح تمشي على الرول تطلع على طول الأرقام عندكم، ونسعد في اتصالاتكم وحياكم الله. وإحنا أساسا قاعد نشتغل لكم، أنتم تتعلمون ونتعلم من عندكم ونتعلم كلنا الأكلة اللي نسويها نستفاد. وهذا اللي حسيناه يا أستاذ أبو محمد، صح. إيه هذا اللي حسيناه من العالم لما نقابلهم برا أو يزورونا أو نشوفهم في الشارع في الوزارات، مشكورين وما قصرتوا وتعلمنا على إيدينكم وشفنا طبخات جديدة يسعدنا. نرد مرة ثانية، نروح البيت ولا نروح المكتب أي مكان، إحنا دام إحنا نمشي في الشارع وفينا روح وقلبنا شقال مثل هالقلب هذا، راح نحاول نسوي لكم أكلات جديدة. الله إن شاء الله يقدرنا ونسعدكم ونسوي أكلات جديدة. ونشكر قناة الشاهد، أنا بالنيابة عنكم أشكر قناة الشاهد وإدارة الشاهد على هالبرنامج هذا. أنا فيه ولا أنا مو فيه، أمانة برنامج زين، وإن شاء الله كل القنوات تحذو حذو الشاهد وتسوي برامج طبخ والعالم تستفاد، لأن اليوم الطبخ وايد وايد مهم، يعني شيء وايد مهم، مثل يعني أهم من السيارة، يمكن تستغنى عن السيارة بس ما تستغنى عن الأكل. فليش ما أنا مواد موجودة وديرة خير وديرة نعمة فضل من رب العالمين، ليش ما نسوي من هالمواد شغلات حلوة مثل ما أتحفنا الأستاذ أبو محمد في المواد اللي موجودة في الكويت وفي المواد اللي في متناول الإيد. يعني ما تقول والله في شغلات مو موجودة أنا ما أقدر أسويها، لا، كل شيء موجود. ابدعوا، سووا، استانسوا، بس هلا هلا كثرة الأكل مو زينة، الأكل بالليل مو زين، تريق يقول لك ريوق الملوك، كأنك قاعد تغدى، تريق عدل، سوي من هالإبداعات، سوي شغلك، هذا اللي قاعد تاكل الحين أو اللي قاعد نسوي تريق فيه، عب بنزين عدل وروح حد الدعسة سابق. نقول ألو الأخت سليمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قول آمين. آمين يا رب العالمين. يا رب ياخذ بيدها إن شاء الله ويطلعها من المكان اللي فيه رضيعتك. يسلمك يا يبا. ويشفيها بجاه النبي حبيبة، بجاه بيت الله الشريف. إن شاء الله تطلع سلامات أخيتك من المكان اللي هي فيه. الله يعزك. يلا يعطيك العافية. مشكورة مشكورة يا يبا. وين؟ أبو سعد في الصين، والله عنده شغل راح الصين في مطعم هناك، هو شريك فيه إن شاء الله، ورد لنا بالسلامة. يسلمك يا يبا. يلا ما تشوفون شر إن شاء الله. جزاك الله ألف 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 خير. يلا يا قلبي. ما قصرتي. جزاك الله خير. بيض الله وجهك. نقول ألو مريم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله. مرحبا. أبوي أنت. الله يسلمك. عيوني. بدر. عيوني. تسلم عيونك.
ان شاء الله ما تشوف خيتك ان شاء الله الشر، ان شاء الله تطلع بالسلامه، يا رب يرفع عنها وعلى المسلمين. الله يخليك، كل المرضى ان شاء الله آمين. وكل العالم المرقدين في المستشفى واللي في بيوتهم ان شاء الله يا رب دعواكم. اي والله امين امين يا رب العالمين. الله يخليك. ايوه ورحب بضيفك واحنا معك، واحنا معك نرحب فيه والله استاذنا، هذا استاذنا على راسي. ودر عيوني بطلب منك طلب شو اسمه هذا العيش بالشبنت بالباجله، الباجله هذا اي نعم اكله ايرانيه هذه ها؟ نعم يسوونها الايران، يسوونها في العراق، كل الدول اللي موجوده ذاك الصوب يسوونها، حتى في تركيا يسوونها. اي نعم نعم عيون لك سوي لك اياها. اي والله شوفي اقول امانه يعني وهذه امانه يعني قدام رب العالمين، احنا نسويها وسويها وايد 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 حلوه. ولتش اسويها بس عندي اخت، عندي اخت تسوي احسن مني. هذه امانه اللي تسوي احسن مني الشيف تهاني، امانه تمتاز فيها بطريقه رهيبه، سويتها قبل هالمره في البرنامج. ولتش طلبك جاي وقولي تم وحاضر واحنا نقول لك تم بعد، راح نجيبها معانا ان شاء الله. وهذه يمكن قاعد تشوف البرنامج تسمع، فدعوه لها ترجع تسوي لنا عيش لشبنت. عيش لشبنت وايد حلو، منظره حلو، ريحته حلوه، طعمه حلو. كسرت لون فيها بعد. كسرت لون، انا مو معور قلبي الا كسرت لون، ما شوف قمت اسوي قلوب. يعطيك العافيه. الله يعزك يا ايوب، الله يعزك. مشكوره مشكوره. جزاك الله خير، جزاك الله خير، مشكوره ما قصرت، جزاك الله الف 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 خير. نقول الو. 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 يا هلا. هلا ابو بدر. ياك الله ابو خير. صوت ابو بدر. عدل ساد ناصر. نعم. ساد ناصر ساد ناصر ابو بدر عمي فيه. عمي وتاج راسي الله يعزك. اغفر الله عمك مولاك ابو بدر. جزاك الله خير حبيبي انت. ما اشوف شر خياتنا يبا. الله يعزك يا يبا خيتك. اي والله الله يفزع له ان شاء الله كل عبد مسلم. جزاك الله خير، الله يخليك وياك ان شاء الله ويشفيك ان شاء الله. انت بعد بعد بصحه وتعبان انت. اي والله نسال الله رب العرش العظيم ان يشفيه ان شاء الله كل عبد مسلم ان شاء الله. جزاك الله الف الف خير، مشكور يا مشكور. ونسلم على ابو محمد ان شاء الله ونرحب فيه. حياك الله. مرحبا. يا هلا مرحبا. حياك الله حياك الله. امي متنا شلون هاي الحجيه شلون هاي؟ خير ابو بدر. زين ان شاء الله. الحمد لله يا اخوي. اي والله انا ما انسى دعواها وقت اللي كلمتني بالتليفون، وقت اللي انت حاجيتني. اي والله ما انسى دعواها، امانه بوسه على الراس، قولها من اولادك بوسه على الراس والله. اخو عزيز ابو بدر. الله يعزك الله يعزك، جزاك الله الف الف خير، ما قصرت، بيض الله وجهك. نرجع حق اكلتنا، احنا خلصنا من هذه الحين، ارجع شب الشوله انا عشان اشتغل بسرعه واعطي المجال حق ابو محمد يروي ابداعاته. اكاونت البرنامج ات سفرتنا 3. ونسعد في اتصالاتكم، وجزاكم الله الف خير على دعواكم وعلى مشاعركم الطيبة. وهذه مو غريبة عليكم ولا غريبة على أهل الكويت ولا غريبة على ياويد اللي مثلكم، مشكورين وما قصرتوا. الحين أبي أشوحهم شوية بزبدة، أقليهم شوية بزبدة، عقب أنزلهم خلط في الجدر وأنزل عليهم الماء. هذه زبدة ايوه. شويه زيت معاها عشان لا تحترق الزبده. تعلمنا قبل هالمره ان نحط شويه زيت مع الزبده عشان لا تحترق، ونحاول ان قبل لا تصير سودا زياده وتحترق الزبدة. عندنا اتصال من السعودية، نقول ألو. نقول ألو. السلام عليكم. هلا هلا طال عمرك. السلام عليكم أخوي أبو بدر. أستاذ علي شلونك طال عمرك يسلمك. هلا أبوي، معك بعد العزيز السعودية. بعد العزيز عم العود يا بعد عمري، لا خلا ولا عدم، لا خلا ولا عدم، يسلمك. الله يرحم والديك، الله يقبل امين، حتى الله يشفي خيتنا يا رب يا رب.
يا رب الله يعزك. الله يعزك الله يعزك الله يعزك. مشهور على مشاعرك الطيبة، مشهور على مشاعرك الطيبة، ما قصر أبو عبد العزيز. أخو عزيز والله. بالعكس يا أخي، أنت أخو وهي أختنا إن شاء الله. الله يخليك، ما قصر ما قصر. جزاك الله ألف خير، يا مال العافية يا مال العافية يا مال العافية. مشكور مشكور. نحاول نحاول ما يكون ما تكون النار حامية. نار هني نشوفها، ايوه شفناها الحين. النار ما تكون حامية عشان لا تخرب. يلا انا بس اجيب النار ما تكون حامية. هذه زيادة بس نشوحها. ننزل شوية زيت بعد، لان احنا نبي طعم الزبدة اللي موجود. نبي طعم الزبدة اللي موجود. الزبدة طعمها جدا جميل في الأكل. حطينا، نزيد شوية النار ماكو مشكلة. الحين حطينا الزيت، نقول ألو مريم. ألو، راح الاتصال ولا موجود؟ ألو، السلام عليكم. أبوي مريم، سلمك. هلا، يعطيك العافية. يزيدك عافية، طال عمرك. الله يشافي خيبك إن شاء الله، وشافي مرضاكم إن شاء الله، مرضى المسلمين إن شاء الله. يبقى بس يا ليت تعلين صوتك شوي، أنا ما أسمعك أسمعك عدل طال عمرك. مريم بنيتنا، علي صوتك شوي يبا. فصل نرجع طبختنا، نقلبهم شوي. ايوه هذه الطريقه اللي قاعد نسويها الحين، نشتغل فيها هم تطير الزفره. هذه الطريقه تطير الزفره نهائيا ان شاء الله. ان شاء الله استاذ المخرج. اي والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يعزك الله يعزك. الاستاذ المخرج يقول لا تحرمنا من ابتسامتك اللي تعودنا عليها. ان شاء الله يستاهلون يستاهلون والله يستاهلون. الجمهور يستاهل قناه الشاهد. وعندنا اتصال من السعوديه، نقول الو. معك ابو عبد العزيز مره ثانيه، لان اشوف خطوطكم يوم تعبانه. فصل انا اسف. ألو. انا اسف انا اسف انا اسف. لا لا جدا لا جدا ما لا والله يا عمي ابو بدر، مو قصه هذا، بس بالاظهار من الخطوط. عمي وتاج راسي، انت ولد عمي يعني، اتشرف فيك عمي. الله يعزك الله يعزك يا ولد العم. الله يعزك يا ولد العم، احنا معاكم عيال العم والله. ما شاء الله، امين امين. ما بشك ابوك، شوقتنا على هالقلوب الطيبه. الله لا يعور قلبك ان شاء الله. الله لا يعور قلبك. هذا يسمونها الجروب الحيارة. أنا نزلتها في المطعم، مسميها قلوب المجروحة، قلوب الولهانة. الولهانة الحيارة. عيون لك عيون لك. تحياتنا لضيفك أبو محمد. يا هلا مرحبا فيك. راح تشوف شيء ما شفته بحياتك والله. مع الأستاذ والله إنسان مبدع. شيء يعجز اللسان، يعجز اللسان يحكي عنه. والله العظيم يعجز اللسان يحكي عنه. اقول لك ابو بدر صراحة، انت الكلمه الاوليه اللي قلتها. نعم انا الكلمه الاوليه اللي قلتها الصراحه، هذه انا ايدك فيها مليون بالمية. اللي هي بدون قيل وقال وما اعرف ايش، حط حيلك بضبطك افضل. والله احسن والله احسن. بقانون بقانون بالهداوة، وننصحهم ونقول لهم اكلوا الصبح، الظهر خفف، أجل الغداء شوية، لا تغدى الساعة واحدة ولا ساعة اثنتين وجباري، ولا تتعشى واجد. لا 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 خلك بدري شوي. أنا أقول لا تعشى،
ثق في الله. أنا سويت كذي، شوف الجسم الحين والله سويت كذي، أتريق عدل، أمشي وايد، تحرك، أحرق اللي تأكله، لا تحرم نفسك من شيء، خفف دهون، دوس زيادة، خفف عيوش خفيف يومين في الأسبوع عيش، لا تحرم نفسك، وكل أحلى عيش، وكل أحلى الحمى، وكل أكل اللي تبي. أهم شيء الحركة. بالضبط، تحرك ولا تأكل بالليل، والغداء آخر الغداء عشان تكون أنت مو يوعان وايد وأنت راد بالليل. قوطي روب، قوطي روب، تفاحة، وايد حلو. الأكل بعد الساعة 7 ما ينبغي، حدك 7-6 تكون أنت متغدي وخالص ومريح على كيفك، وعقب نام وأنت مرتاح. لا تأكل بالليل، دق عيوش بالليل والعزايم انساها. احنا أنا أروح عزايم من عزم أدق عليهم طاح العشاء، قال طاح، أتأخر عقب العشاء، أنا وجبت مو ما وجبت اي قبل استاذن قبل الاكل، ما عندي مشكله، ابي استانس، ابي اسمر معاهم، اروح بس عقب الاكل، ماني مجبور اكل وانام واتعب. نعم، بس ما عندك مشكله، بس لا تاكل بالليل، تكفون تكفون واخروا عن اكل الليل، تكفون واخروا عن اكل الليل. هذه خلص خلصت الحين، راح تشوف ابوي انت. عيوني ان شاء الله يجيب لك بعد السلامه. عيوني لك يا بعد عمري، والله رد لنا بالسلامه ونشوفك ان شاء الله بخير. مشكور يا ولد العم، اللهم انتوا فخر لنا، انتوا فخر لنا حبيبي حبيبي حبيبي. الله يعزك الله يعزك. اي الحين هذا اكلتنا خلصت، ابدا اشتغل بشغلنا الثاني. الحين هذا جديرنا، هذا جديرنا، نشيل قلوبنا، اي نشيل قلوبنا الحيارة وننزلهم هنا، ويقول قلب الحيران، قلب الحيران. اي اتصلت مره واحده من دازت لي على الانستغرام على سالفه الضحكه والابتسامه اللي يقولها، لان انا وجهي يبكي، وجهي اساسا فمتعود ان اضحك عشان لا يقول هذا ملك الحزين ولا شيء كذي، فاللي في القلب في القلب في فرح، في نسبه فرح كبيره قد الحزن مليون مره، نظهر الفرح اللي موجود في قلوبنا ونخش نحاول نضغط على الحزن اللي موجود. الابتسامه صدقه في وجه اخوك المسلم، في وجه رفيجك، في وجه زوجك، في وجه مرتك، في وجه عيالك، صدقه الموظفين اللي عندك. هذا هني نزلناهم خلصنا، اذا كنا نحتاج او نبي الخلطه اللي موجوده ننزل شويه من الخلطه، لان فيها زيوت عاليه جدا ما نبيها، شويه نحط من هالشغلات اللي موجوده، ما نحط وايد، ما احنا محتاجين نحط وايد، نقدر ننزل باقي الخليط هني، خلينا نستفاد منه وراح يعطينا شيء جميل. هذه خلصنا، ارجع هني نشوف هذه كاهي، نشوف هذه، ايوه شنو هذا؟ دارسين. وترى هذا عواد الدارسين، هذه اللي تصير صغيرة دقيقة حيل، اللي تصير دقيقة حيل الصغيرة هذه فعاليتها وايد وايد، يمكن 10 مرات أضعاف الدارسين اللي تشوفونه العريض. هذه الملفوفة الصغيرة وايد قوية، ريحتها أقوى من هذه 10 مرات. بعد شنو عندنا؟ ورق الغار. كلها مطيبات، بس هذه يسمونها شنو؟ يسمونها اللي هي البهارات الناشفة. شنو عندنا بعد؟ قضبت هذه. إيه؟ شنو عندنا بعد؟ عندنا كم حبة هيل؟ أيوة حلو يا مخرج يا مبدأ. وعندي مسمار، بس مو تحطون مسامير صجية هذه اللي تشتروها من لوازم العائلة، مسمار قرنفل. إيه الحين احط الماي دقيقه استعدي، كميه ماي تنزل تغطي اللي موجود، راح يتبخر وايد. نحاول نجيب جدر اللي نستخدمه يكون الغطاء ماله ومحكم ومسكر عدل، واسمه ميسي وما يلصق. اي هذا يعني يقول سوي دعايه، ما سوي دعايه، اي جدر استخدمه، اي جدر استخدمه. صح، انا وكيل هذا لاعب الارجنتين ميسي. ونخليه
على نار متوسطة مو قوية وايد، مثل ما تطبخون الباكة، مثل ما تطبخون الكراعين والراس أو الذبيحة العودة، نار هادية لمدة ساعتين 120 دقيقة. وراح تشوفون الأرقام، أرقام البرنامج والأكاونت أسفل الشاشة. أنا عندي خلطة ثانية مسويها جاهزة، لأن عندي ساعتين والبرنامج ساعة ونص، ما راح يمدي. هني نبطل لكم الجدر، تشوفون هذا الجدر. ويفضل يفضل عقب ما حطيته الماء بعد ربع ساعة مع الغليان اللي موجود شفة من المرقة، نشوف معدل الملح اللي موجود بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة. لا تكثرون ملح زيادة، هم الملح مضر. ابعد 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 عن الأبيضين، السكر والملح. أكل كثير، عيش كثير، عيش كثير. نام بكير، يقول نام بكير وشوف الصحة شلون بتصير. شلون بتصير لكم طولة العمر والصحة إن شاء الله. ناخذ فاصل صغير كلش عشان يسجلون المقادير، تذكرون اللي قلناه، اللي انسان اللي ما راح يصلي يروح يصلي. نطلب من عندكم الدعاء، مشكورين. ارد لكم مع ابو محمد عقب الفاصل. حطيت الدهن، حطيت الثوم عشان اسوي صوص. هرده، ليمون، بقدونس، كزبره، حطينا شويه كمون، فلفل اسود. احلى دريسنج حق السمك. اوكي، بجيب الستيك هذه مملحها واحط لها فلفل اسود، بعدين بصب زيت هني، شوية زبدة، give me the butter، شوية زبدة وبقرل، بسوي قرل، وبعدين بشيله بصفه بالصحن مثل ما سوى أبو بدر. مع رشة بقدونس الصغيرة. عليكم العافية. هذا أبو مكانه من حطه هني. حسبي الله عليك يا أبو بدر، كل مكان يطلع لي حتى في المرق يطلع لك. يلا داخل داخل داخل. We'll be right back.
يبي له ملحه؟ لا لا حلوه بس حلو. حلو. تفضل. عرفت هذا بالشاهد ويانا. تعال. ها؟ يلا يا ابو وعيش وعيش قدم. عيش خلاص استوى. وكلنا شابل. ما حد معطلنا انت. والأكل لكم. ردينا لكم عقب الفاصل ونشوف إبداعات أخوي أبو محمد. أنا خذيت الوقت من نوايد. هذا جدري يفور. أيوة قصرت على الحين عقب ما فار. خلي يستوي على الراحة مثل ما قاعد تسوي الباكة، مثل ما قاعد تسوي الأمور اللي شوي تكون ناشفة وتبي أخذ راحة. تبي شغل إيه، خاصة اللي صار القلب قاسي جدا. و الله يحنن قلبكم إن شاء الله على عيالكم، على أزواجكم، على مميمتكم. أهم شيء مميمتكم وأبوكم اللي موجودين نقول لهم طولة العمر وهم الخير والبركة، واللي متوفين نقول لهم ألف رحمة عليكم إن شاء الله. أبو محمد جوز عليك الرحمة وانت حي. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. تفضل تفضل. جزاك الله خير وما قصرت. والله يرحم جميع المسلمين والمسلمات. الله يخليك. طبعا احنا اليوم عندنا مثل ما قلت لك انا عشاء كويتي. نعم. طبعا العشاء الكويتي كل شيء، يعني قصدي انا العشاء كويتي مو عشاننا، لا احنا اكلنا كله كويتي. صحيح. زين، في ناس وايد يقول لك هذا وايد شغلات ما ادري شنو، فاحنا نبي ابداعات، بس نسوي لكم شغلات بسيطه على اساس ان تتعلمون شلون تسوون العشاء بيتكم. وهذا طبعا اول شيء السلطه مالت الجبن، جبنه الفيتا. جبنه الفيتا طبعا هي من اسهل الاجبان اللي يسوونها. طبعا تسخين ماي، اقول اسف تسخين حليب. نعم. لدرجه الغليان، وبعدين يصبون فيها الخل، تطلع الجبنه، يملحونها زياده فتصير الجبنه شويه شوف الجبنه شويه راخيه. صحيح. ما تصير شاده مثل العكاوي، مثل العجفه، مثل باقي الاجبان، فتصير راخيه شويه. هذا جبنه الفيتا، وتصير شوي مالحه زياده. مالحه زياده، وبعدين في القص ما تطاوع معك في القص مثل الاجبان. بس في ناس في تخليها بالثلاجه مكشوفه. نعم. بالثلاجه تخليها مكشوفه يوم شوي تنشف. تنشف فالطاوع بالقص شوية. فهذه السلطة اللي احنا نسويها. وفي المقدوس احنا بنسويه على السريع وطريقتها. طبعا البسطرمة سويناها من قبل، هذه البسطرمة احنا مسوينها من قبل من ألذ البسطرمات اللي انا كليتها امانة، يعني لذيذة جدا. وهذه احنا قصصناها وجهزناها حق العشاء. زين، هذه اشياء. الحين طبعا راح نبدي احنا بالسلطه، سلطه الجبن. سلطه الجبن عندنا ثنتين، طبعا الاساس واحد. نعم. الاساس واحد، بعدين عقب ما نحط الاساس نقسمها نصين، نص بالمكسرات ونص بالفلفل. عرف شلون؟ يعني وايد من المتابعين
سووا لنا سلطات، سووا لنا شغلات انت ريق فيها او تتعشى فيها. هذه من الامور اللي انتم طلبتوها ابو محمد، لبى الدعوه وما قصر. اي نعم زين. هذه السلطه اساسها زين، اساسها جبن فيتا نعم، وجزر، جزر مبشور، جزر مبشور وزيتون. حلو. زيتون مقصص نعم، وجزر مبشر مبشور اي، وفيتا سويتها على الوزن مبشر اي. وعندك الله يبشرك بالخير إن شاء الله. يبارك. وبعدين وزعتر، اي نوع زعتر يكون هو الزعتر العادي هذا، في بني وفي بني نعم، وفي دش وياه زعتر البري هو الاورجانو. اورجانو نعم، هو الاورجانو. هاي الاشياء هي اساسيات السلطه هذه. صحيح. هذه احنا نخلط الزيتون، طبعا الزيتون هذا ما نخلطه الحين، اذا قسمناه نصين نحط الزعتر ونحط. هذا بالنسبه الحين ابو محمد الخلطه هذه الاساسيه راح نسويها نصين. هذه نصين ايوه راح نسوي نصين. هذه الاساسيات اللي موجوده، وبعدين نصين. زيت الزيتون، زيت الزيتون تامر امر، زيت الزيتون ما سويت مرة عصر زيتون ها؟ لا مكبس خاص، مكبس خاص، مكبس خاص. لا هو لو يحصل مكبس عادي يعني، هو المكبس هو مكبس خاص، مو القصد مو تقدر ولا ما تقدر، لأنه نعم. مكبس خاص صحيح، ولا هو الزيتون يعني يطلع هو صحيح. بس إيه نحن الحين راح نخلي هذا ونعطيه شوية كزبرة، الكزبرة زينة صحيح، كزبرة بودرة نعطيه شوية. فهذه السلطة، هذا الحين احنا سوينا الأساس، هذا الأساس. إذا صار عندنا وقت بعد شوي بنخلي استاد عفوا نخلي استاد ابو محمد يراويكم شلون تعالجون الزيتون إذا صار عليه عفن من فوق. ساعات نبطل القطع نحط فيه قفشة مو نظيفة وايد ولا شيء، يحوشه عفن مع الوقت، شلون تبدل الماي وشلون تشتغل عليه وشلون تعالج هذا بدل ما تقط الزيتون ترجع تعمل لها منك هي جديده وشكل حلو. ان شاء الله عندنا وقت راح يعلمكم ابو محمد طريقه المحافظه على الزيتون. الحين قول لي انا شو اللي تبي، امرني دلل دلل ما تبي طاسه عادي، طاسه يعني صغيره. في بيضه، في واحده بيضه هنا ذاك الصوب بيضه ان شاء الله. إيه انا شفتها واحده بيضه شريط طال عمرك. إيه تفضل. هذا الحين نوجه التحية حق الأخت متصلة توي وما تبي تشارك، أم موزة المطيري، نقول حياك الله يا أخت أم موزة ومشكورة على تحيتك، والتحية هذه موصولة حق الأستاذ أبو محمد سعد أحمد يوسف. مشكورة. أرقام تلفونات أو إنستغرام إن شاء الله راح نعطيكم إياهم. في أرض المعارض 22. أي في أرض المعارض في تاريخ 22 عنده معرض. وفي المخيم الشتوي او الربيعي حق وزاره الدفاع هم موجود، وموجود على طول ان شاء الله. الحين نسوي القسم الاول، هذا القسم الـ 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 هذا خلصناه. نعم زين. عندنا نيبليوز، نيبليوز ونطحنه، نطحنا خشن وبعدين ننخله، نطلع منه الخشن ونطلع منه الناعم. شوف شلون هذا الخشن وهذا الناعم، هذا الخشن وهذا الناعم. شو نسوي الناعم؟ نخليه وياه ونخلطه. ترى هاي اليوز معروف صحيا الصبح صح، لازم مع الجبن. زيت زيتون لو سمحت. تفضل. خلص زيتنا ابو محمد. لازم زيت زيتون بس. المعلومه صغيره بالنسبه حق الجبن، الجبن ترى من المواد اللي تهدي المخ وما تخليه يشتغل وايد، ف يفضل مع الجبن تاكلون اللي هو الجوز اللي يسمونه الجوز المخ
او الجوز اللي شكله كنا مخ، هذا الجوز اللي اليابس اللي يكسرونه اللي يطلع داخله مثل المخ، هذا شغل المخ بسرعه، شكله سبحان الله تبطله مخ. صح. هذا تفضل. طبعا نضيف عليه الزيتون، زيتون خضر، زيتون خضر، زيتون اسود، انت اللي تحبه تقدر تحط اللي تحبه. تبي تحط ميكس تقدر تسوي ميكس فيه زيتون خضر وزيتون. الحين احنا نحطه بهذا، شيل هذا. تفضل. طبعا هذا انا بسوي فيه الاثنين النوعين. هذه اكلات خفيفه يسوي ابو محمد، الابداع اللي راح نشوفه الحين. هذه المكدوس اللي تشترونه من الجمعيات اللي هو او سوبر ماركت، المكدوس السوري والمكدوس الاردني والمكدوس اللبناني. نشوف اليوم المكدوس الكويتي يعني، ونشوف ان شاء الله المكدوس السعودي والمكدوس البحريني والمكدوس الاماراتي والقطري والخليج كله. شوف هذه، هاي الطريقة الأولية. نعم. هذه يسمونها بالجوز. نعم. هذه بالمكسرات. نجيب المكسرات الخشنة ونحطها فوقها. حلو. هذه صارت. روح أبو محمد. هل عشان الوقت يكون معانا. الحين. ونقدر نشتغل أكثر من. الحين نجيب القسم يعني الثاني. القسم الثاني طبعًا. نشيل هذا نحط القسم الثاني. القسم الثاني احط فيه الفلفل هالابينو. شوفه حلو، فلفل هالابينو. ايوه زين، هذا فلفل هالابينو، هذا فلفل هالابينو مخلل خالص زين. وبعدين الزيتون، نحط الزيتون نفسه. بعد ما نحط الزيتون نحطهم في خلاط، نحطهم في خلاط ونفرمهم فرمة كذي. نعم. الفرمة هذه ونضيفها على هذا. عاد احنا نحط الحين البهار مالنا اللي هو الكزبرة. ايه الكزبرة، كل الخلطات اشتغل عليها بالكزبرة. نعم. كزبرة تريح المعدة. هذه من غير مكسرات. نعم. هذه من غير مكسرات. انت حطها نعدلك اعدلك اياها. هذه بالفلفل واحد. حلو. ايه ايوه يلا ضبط هذه. حط شوي بعد، شوي بعد ابو محمد شوي. بس سلامة عمرك، بس سلامة عمرك. روح يلا، روح اشتغل، روح شغل شغل اشتغل شغله ثانيه. روح طبعا عشان الوقت. ايه؟ نبي يستفادون وايد الجماعه. الحين احنا خلصنا من شنو، من سلطه الاجبان. نوعين جبن عندي الحلوم اللي سويناه قبل مدة أنا وأبو سعد، تذكرها يوم أبو سعد قال أبي إلا حلوم، أبي حلوم. هذا الحلوم شوفها، هذا صناعة محلية وشغل إيدنا الحمد لله، وكل شيء قليناه وجهزناه. هذا الحلوم. هذه الجبنة اسمها ريكوتا. هذه خالي الدسم وخالي الملح. حلو زين. طبعا اللي يتفننون فيها الايطاليين يسوونها سموك، يسوونها شوف تصير لينه. شوفوا هذه تصير لينه، حتى صارت فيها كزبر من ايدي وبالحبه السوداء. انزين هذه راح نخليها احنا بصحننا. الو الاستاذه مريم، نقول الو. يسلمك يا بعد عمري، لا خلا ولا عدم. يسلمك، هلا فيك. شلوني ذاك عليكم انا؟ طال عمرك. يسلمك. وعمرك. ابوي انت. ابو بدر. ابوي. ابي اللي ما يحب هذا القلوب وش نسوي بدله؟ ما يصير شيء بدله؟ ممكن. شنو تحبين انت؟ شنو تحبين تقدرين تسوين؟ القلوب. نعم.
انا حبيت اطريها القلوب الغاسيه هذه حبيت اطريها عشان كذي سويت قلوب. القلب يعتبر مثل الباكه امانه. الباكه احبها انا. سويها سوي الباكه بس شو اللي راح تحشينه؟ تحشين الراس ممكن في طريقه اذا صار عندنا وقت راح اشرح لك شلون نسوي باكه بطريقه ثانيه غير الباكه المعتاده اللي احنا ناكلها. لك مني ان شاء الله اشرح لك اياها. عيون لك زين. بالنسبه هذا ابو محمد. نعم ابو محمد. نعم المبدع يوم 22 الاثنين الجاي ارض المعارض صاله 5 بصاله 5 محل 3 موجودين ان شاء الله. ومخيم وزاره الدفاع موجود ان شاء الله طول الموسم. وفي بعد معرض الاستغلال بشهر 2 ان شاء الله. دكتور عمر ان شاء الله. الله يعافيك. يسلمك. حياك الله حياك الله. هلا فيك يا يبا. نكمل عشانه. يلا نكمل عشانه. نكمل عشانه. طبعا عشانه تكملة العشاء احنا خلصنا من الجبن. نعم. اجبان خلصنا. سوري. وباقي اللبنه. زين هذه اللبنه شغلنا بعد احنا نسوي اللبنه. هو بالكويت يسمونها تشرثي. مو اللبنه بس احنا نسميها تشرثي. هذه تنحط بالصينية عندنا. بعدين يبقى شنو؟ يبقى المقدوس. هذا المقدوس شوفوا هذا المقدوس. طبعا أساس المقدوس باذنجان البيبي الصغير هذا. زين المقدوس هذا الباذنجان في ناس وايد يقول يخترب ويانا. شلون؟ في ناس وايد يطبخ البديان. البديان ما ينطبخ. اي نعم. انا اسخن الماي لمن يغلي. حلو. من يغلي اقط البديان واطفي النار. حلو. واخليه للصبح اخليه ساعه ساعتين لما يبرد الماي. حلو. بعدين اطلع شنو؟ اطلع الباذنجان يكون يابس رخو. يعني يابس ورخو. هذا يابس وهم رخو. ايه طبعا انا قبل الله هذا شاقه شق صغير كاو شوفوا. ايه شاقه عشان يشرب الماء ومن داخل يستوي. ايه هذا فيصير يابس ورخو. يعني من احط صبعي كذي تقدر تحشي. ها شوف شلون يتبطل من احلى ما يكون يابس رخو. اذا مستعيل عليه انا اعطيته طبخه 5 دقائق مستعيل عليه. اذا بالصيف انا اعطيك اذا بالصيف تسويه على الناشف ناشف حطه بالشمس يوم واحد. حلو. يذوب من احلى ما يكون يصير. حلو. بس حطه برا شويه بالشمس حراره الجو. زين بالشتاء تعطيه طبخه بسيطه على اساس انه يلين. هذا البديان كذي يصير في الصيف. طبعا احط ماي شويه ملح بالماي على اساس انه ياخذ ملوحه. حلو. هذا بعدين الحشوه حشوه الحشوه مالت شو اسمه المقدوس. طبعا قاعد تكلم تو عن اليوز وكان عندنا هذا اليوز. اي نعم هذا اليوز. أيوة. هذا اليوز كاهو مثل المخ مثل ما قال. يا ليت اي تقلبه كاهو. شوف. ايوه ها بالضبط مثل المخ. هذا مثل المخ الادمي. زين مع الفلفل الرومي الاحمر. وبعد احط بابريكا. البابريكا الحين يعطي لون يعطي الفلفل هذا. الفلفل هذا تطحنه وتزل الماي ماله تطلع الماي. لا تخلي عرف شلون الماي انت اطحن شويه فلفل وخلي الماي بس الماي لا تكبه. ماي الفلفل جميل وطعمه لذيذ جدا حق الدقوس والمرق. صحيح. تزل الماي تاخذ الماي منه وتخليه تخلي عندك بالثلاجه وقت اللي بتسوي دقوس. زين حط عليه شويه شويه معجون وشويه ثوم وتسوي الدقوس مالك. هذا الناشف. الناشف تخلطه مع اليوز يصير كذي. تطحن اليوز كذي نفس الطحنه هذه. اليوز كله تطحنه. حلو. تطحن اليوز على من احسن ما يكون. عرف شلون ها اليوز ينطحن من احلى ما يكون. وتخلط وياه البابريكا مع فلفل الرومي الأحمر يعطينا الخلطة هذه.
البابريكا هو نفسه هذا الفلفل الرومي هو نفسه بس ناشف بس مجفف واكو منه مدخن واكو منه ايه هذا هذا يعطينا الخلطه هذه في منه يدخن في منه ما يدخن صح هذا هاي الخلطه فعقب ما هذا نجيب لنا بطل زين بعدين في طريقه ثانيه بعد هم انا ابي انبه عليها الفلفل اقول الباذنجان في هندي وفي سعودي في كويتي الباذنجان الهندي اللحم ماله صاك زين اللحم متروس وصاك ما ياخذ ماي وايد الباذنجان السعودي والكويتي شويه في فضاوه فياخذ ماي وايد وقت اللي انت بتشتغل شويه ارعص البيديانه على اساس ان الماي يطلع منها ارعصها البيديانه شوف انا رعصتها ما طلع ماي ما يبي سوائل زياده صح ما يبي سوائل بعد ما نخلص هذه البيديانه نجيبها ونحشيها في الحشوه اللي انت سويتها ايه سويت عباره عن اي حشيتها في الجوز اللي قاعد الحين ايه بس نعم. الطعم اللي لما ناكل المقدوس او المقدوس اسمه مقدوس مقدوس او يسمونه كبيس كبيس اي نعم كبيس ايه نعم. الكبيس أوه. عرفت شلون الكبيس هذا نسويه يسمونه كبيس او يسمونه على حسب الدوله اللي فيها انا اعتقد باكر اغلب الحريم في البيت وعندنا مريايل اللي قاعدين يحبون يستمتعون ويطبخون معانا والاستاذ سامي جريدة سعوديه اليوم يسويها عنده ويكند الحين اليوم يسويها وكلهم يا بالويكند كم يوم تاخذ هذه ابو محمد في الكبسه مالتها هذه اذا بالصيف ثلاثة ايام ثلاثة ايام تقدر تاكل كل ما طالت المده كل ما اعطتكم نتيجه احلى كل ما طالت المده تاكل نتيجه تعطي سنة. بعد مده في ناس يقول لك هذه حامض اقول له اي حامض يعطيك بعد مده لازم يعطيك حموضه احنا ندور وقت اللي نشتري ندور اللي ذايبه وين اللي ذايبه نشتريها شوف الحين هذا اطق شوي هذا عشان يصك بعدين هذا البرطمان بلاستيك اطق كذي ينزل ويصك الحين عندي طريقتين اذا عندي بيديان كويتي او سعودي اللي فيه شويه ماء احس اشك فيه اقلب البطل احط تحته كلينكس احط على تحته فوطه ورق شو اسمه نعم. مطبخ احطه كذي للصبح حلو يزل مايه اي شوفوا الحين خلي شوف حط الكاميرا شايفك شوف الماي في ماي شايفك في ماي شويه راح ينزل شوف راح ينزل الماي ينزل كله بالفوطه هذا تخليه ليله كامله تقوم الصبح ناشف كل شيء اوكي عطني زيت الزيتون والزيت العادي حلو لا تحطهم في زيت زيتون كامل راح يصير حزر زيت الزيتون يخرب المقدوس واحد يقول ليش ما احط اقول له لا تحط زيت زيتون حط ها شوف اشعاره بس لا تحط وايد ينحط فيه شنو عطني الزيت العادي زيت عادي زيت طبخ وكل ما صار زيت خفيف كل ما صار احسن وبعدين لا تترس البطل خل سنتي ونص عن الغطاء شوف ايش كثر تقريبا سنتي ونص سنتين على الغطاء شنو الحكمه يا ابو الحكمه بعد يومين راح تشوف الزيت صعد فوق انترس هذا انتفخ صح راح يتفخ راح ينتفخ إيه هذا نعم. راح ينتفخ البهارات اللي حطها راح ينتفخ كل شيء ينتفخ إيه نعم. فالزيت تشوفه صعد هذا احنا تقريبا خلصنا من المقدوس عشان نخلص جهز حطيناه بصينيتنا هذه صينيتنا احنا نجمعها بعدين نراويكم اياها طبعا احنا خلاص قول لي عندي شغله قول تفضل هذا احنا كل هالسوالف احنا خلصناها الحمد لله ما عندي شيء هاي البسطرمه بس علي اني انا اجمع ابو محمد راح يجمع لكم الامور كل اللي تشوفينها وهذا المخلل الاحمر نعم المخلل هذا احمر من طبيعي 100% ما في قولي لون ما لون 100% اللون الاحمر نجيب الشمندر الاحمر ونعصره نسويه عصير بس مو عصير عوار قلب مال المانجا لا عصير شمندر واذا تقدرون تشربونه ترى زين وايد 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 زين
وفي عندي الخيار المالح، خيار المخلل المالح مع الثوم، هو هذا كله من في 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 بطل واحد يصير كله خيار وبط، هذا هذا كله قصصناه احنا خليناه في. وبعدين عندنا الطماط المجفف، زين طماط مجفف بالزيت، بالزيت والبهارات والثوم، هذا الحمد لله خلصنا احنا عشاننا. طبعا عندي الحين بس اجمع وراويكم الصينيه، والكره الحين بملعب ابو بدر الحين. اي نعم الحين ابو محمد خلاص عم يجمع ويشيل اغراضه ذيلي، انتاجاته اللي موجوده اللي سواها وابداعاته في الحلقات السابقه كلها راح يجمع لكم اياها بصينيه من انتاجات الانتاج ابو محمد. انا الحين راح اسوي صوص، هذا هذا القلوب تاكلونها كذي ممكن، او يسوي لها صوص ابيض اللي هو صوص كريمه، او يسوي لها صوص اللي هو صوص طماط. انا اليوم راح اسوي لكم اياها صوص كريمه، نعطي من له كسره لون مثل ما سويت كسره لون حق معون جبن ابو محمد، بعد شوي راح تشوفون كسره اللون اللي سويتها حقه. نحط شويه زبده هني، نشغل الشوله تاكل معاها ممكن. ايوه شبت كامله الحين، نزلنا شويه زبده دايركت، انزل بشويه هذا صار خليط، اي ثوم اشوي شويه ثوم، قفشه خشب عشان ما نعور المقله، حمسه بسيطه يكتسب لون بس، وناخذ ريحه الثوم اللي نبيها. الثوم مهم جدا حق قلب بني ادم، قلب مسوي قلب لازم يكون معاه ثوم. ابو محمد خلال هالوقت هذا يا ليت نشيل الاغراض اللي موجوده عشان باقي لنا 10 دقائق ونبي نستفاد من الوقت. اي نعم ننزل في الكريمه، هذا مو حاطها في المقادير انا اللي نبيها، وبصل خضر بيبي كورن اللي هو الذره الصغار، وهم شويه هيزر، نزيد شويه النار، هذه خلطه نضيف عليها شويه ملح، ويفضل فلفل اسود، واشيل عندي هني البيز، ايوه اشيل الجدر هذا، عندي جدر جاهز ثاني راح اقدم لكم اياها مع العيش انا، وعيش ملون بعد ابي ادخن شويه. ابو محمد بيجيب صحن الحين ونتساعد انا مع ابو محمد ونسابق الوقت. يا ابو محمد ايوه نعم. اوكي يلا نحطهم هنا ما يخالف، هذا خلهم طبعا انواع الزيتون طبعا كذي نسويه على اساس ان الناس يعرفون. هذا الزيتون هذا اخضر عادي سوينا له خلطه زين، وهذا زيتون اسود، شوف هذا هذا اخضر بالخلطه، وهذا زيتون اسود، وهذا زيتون اسمه الزيتون اللوزي، هذا زيتون اكبر انواع الزيتون. هذه الخلطه خلصت، يلا الحين انزل عليها
ننزل عليها القلوب نطفي عليها ما نحتاج ابيها شوي تكون تتجانس معاها عندنا الوقت اسعدنا ابو محمد اليوم بحضوره نشيل باقي اغراضنا ايوه نتسابق مع الوقت نقدر ننشبها هني راح اقص لكم واحده وراح نشوف شنو اللي موجود داخل وشنو راح يطلع لنا عندي العيش خليك ابو محمد اللي راح اقدمه يجيب من لاس احسن من هذا حبيت اسوي لكم كسره لون صجيه فعيش مع كسره لون تعودوا حتى في المطعم يوني كل شيء في كسره لون تفضل اكثر من مره سويت لكم هذا العيش عيش ملون وابو محمد عنده طريقه يكسر فيها اللون بعد ان شاء الله راح اعلمكم اياها في الايام الجايه هذا خلصنا مني انا عدله الحين ابو محمد انا عدله سباق مع الوقت دي يا محمد هذا كسرة لون ونقدر نشيل أغراضنا ونبطل لكم واحد نبطل واحدة من القلوب لو نشوف هني القلب نضي تمخمخ هذا قلب سوينا له ها ايوه شوف ستشين شلون تركض فيه نقدر نشيل العودان ايوه نبطل لكم واحدة بعد نشوف هني على الهواء هذه التبطيلة أيوة هذه بعد واحدة نشيل العودان ونقول لها واحدة يتقصص صغار حشوة أبو محمد حشى البيديان سوا مكدوس أنا حشيت القلوب بس حشيتها في المحبة نحشي قلوبكم في المحبة والألفة والتسامح وأهم شيء قبل لا تحبون نفسكم حبوا رب العالمين حبوا أهلكم حبوا الوطن الحب مهم جدا في حياتنا وختامها مسك
حب، واهم شيء تحبون المخرج بعد، اهم شيء. ولكم طولة العمر ان شاء الله، مشكورين ما قصرتوا. اشكر اخوي ابو محمد، وان شاء الله يرد لنا اخونا ابو سعد ان شاء الله بالسلامه، يقوم الرضيعه ان شاء الله ترد حق بيتها وعيالها. ولكم طولة العمر، باكر باكر راح نشوف اخوي ابو محمد معاي. انا طلبتها طلب مشاغله وايد، قلت له طالبينك باكر لا تحرمنا من ابداعاتك، خلي العالم تستفاد وتستفاد من هالشخصيه الطيبه. مشكور لك طولة العمر يا ابو محمد، رد لكم باكر، مع السلامه. مشكورين. والاكله شو نقول لهم؟ الاكله لكم. لكم.